الحدوتة بتبدأ في عالم مارفل ولكن بشكل كرتوني كده، وكمان في عالم موازي، وبنسأل سؤال لنفسنا: ماذا لو بيجي كارتر كانت فضلت في الغرفة اللي حصل فيها عملية الحقن بتاعت المصلب اللي خلى كابتن امريكا خارق، او اللي خلى ستيف روجرز يعني خارق؟ وبنشوف انها لو كانت فضلت كانت هتشوف الشخص اللي من هايدرا اللي كان ما بينهم، وهنا بيفجر المكان قبل لما العملية تتم، وبيضرب عمك ستيف روجرز بالنار قبل لما بيكون خارق، وكان مضطرين ان هم يكملوا العملية دي عشان دي فرصتهم الوحيدة. فبيعرضوا على عمك هوارد ستارك اللي هو اصلا ابو توني ستارك ان هو يدخل الجهاز، ولكنه بيقول لا معلش انا ماليش دعوة انا بالكلام ده، بقى خرجونا انا كده بره الموضوع ده. فبتدخل عمتك بيجي كارتر بسرعة كده، وبيتم حقلها بمصل الجندي الخارق المارق، والضابط بتاعها بيكون متعصب جدا لان بكده ما بقاش جندي خارق، دي بنت مش راجل، فبقت جندية خارقة. وعلى الجنب التاني بيكون عمك ريد سكال سرق التسركت من النرويج زي ما شفنا في القصة الأصلية يعني، وبيكون عمك هوارد ستارك عمل اللي بيجي درع كده، ولكن بيكون عليه علم بريطانيا بما انها بريطانية، وكده هي ما بقتش كابتن امريكا، هي كده بقت كابتن بريطانيا. وتروح عمتك بيجي بتوقف جنود هايدرا، وبنشوف مدى قوتها وازاي بتضربهم كلهم. ايوه بقى يا حاجة بيجي بقى، ايوه بقى هو ده الجمدان وصحيح. وبتاخد منهم التسركت وبتدي للجيش، وبيبدا عمك هوارد ستارك يعمل عليه ابحاث على التسركت، وبعدين بتروح عمتك بيجي تجيب باكي صاحب ستيف وكده، وبعض الجنود من جوه مقر هايدرا نفس ما عمك ستيف عمل، وبتروح وبتخرج بعض الجنود. وفي اثناء المعركه بنتفاجئ بحدوث نتفاجئ بوجود عمك ستيف روجرز في بدله ايرون مان تا. لكن ده بيكون زمان قبل ما توني ستارك ذات نفسه يتولد اصلا، يعني عمك هوارد ستارك اخترع بدله توني ستارك قبل ما توني ستارك يخترعها واداها لعمك ستيف روجرز. بقى عمك ستيف روجرز بدل ما كان كابتن امريكا بقى هو ايرون مان، وبيجي بدل ما كانت هي ملهاش ميدين ام لازمه بقت هي كابتن امريكا او كابتن بريطانيا او كابتن ما علينا. وهو يا عم الحاج عمك هوارد ستارك وهو عمك هوارد ستارك ده بسم الله الرحمن الرحيم هو اللي عمل البدله دي بقوه ايه؟ بقوه التسركت، مش بكنش بقوه الصداقه يعني. المهم عمك ستيف روجرز بينفخهم كلهم وبيخرجوا، وبيجي باستخدام قوتها بتستمر في المهمات اللي بتحقق فيها نجاح رهيب يعني، وهي وستيف بالبدله بتاعته اللي عملها له عمك هوارد ستارك. وبيكون الضابط اللي سخر من عمتك بيجي فخور جدا بيها بما انها بقت محبوبه بقى وكده، ولكن والله احنا كلنا بنحبها اصلا من غير حاجه. ولكن على الجانب الثاني بتسيطر منظمه هايدرا على الحزب النازي، وبيروح عمك ستيف وبيجي وباكي وبعض الجنود لقطر تبع هايدرا، ولكن بيكون في قنبله في القطر ده وبينجو كلهم منهم ما عدا عمك ستيف الله يرحمه. وبتكون عمتك بيجي حزينه جدا لانها خلاص فقدت حبيبها، ان هم بداوا يحبوا بعض عمك ستيف روجرز عمتك بيجي، مش عارف دايما ليه بيفقدوا بعض. وبتكون عايزه تنتقم بقى، وبتروح لدكتور زولا واللي اخدوه اسير الجيش النازي اللي تبع هايدرا عشان يعرفوا منه معلومات كتير وكده، وفعلا بتعرف منهم كل حاجه، وبيوصلوا لمقر هايدرا وبيقتحموه. وفي نفس الوقت اللي بيبدا فيه هايدرا بيستخدموا قوه التسركت اللي اخدوه من بدله عمك ستيف لان هم اخدوا جثته وكده، ولان التسركت ده هو اللي بيشغل البدله. وبنشوف اللي بيكونوا شغالين عليه واللي بيكون وحش كبير جدا عشان يساعدهم في الحرب، ولكن الوحش بيقتل ريد سكالو بيكون عايز يقتل اي حد قدامه. وعلى الجنب التاني في نفس القلعه اللي هم فيها دي بيكون وصل باكي وبعض الجنود للمختبر، وبيلاقوا ان ستيف روجرز لسه حي وموجود جوه البدله، فبيقدروا يشغلوها وبيطير عمك ستيف عشان يوصل لبيجي، وبيوصل فعلا وبينقذها. وقبل لما القلعه بتتهد بسبب قوه الوحش ده يعني، ستيف بيخرج زمايله وبيدخل عشان ينقذ عمتك بيجي واللي بتضحي بحياتها وبتهزم الوحش، واللي بتتسحب جوه التسركت وبتختفي امام اعين ستيف روجرز. وبتخرج بيجي في المستقبل بعد 70 سنه، وبتلاقي قدامها عمك نيك فيوري واللي بعد كده هيضمها للافنجرز في العالم ده. وبس كده توتا توتا خلص الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، وتعمل لي فولو على الانستجرام. ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز يا ميم امي على الفيسبوك. وبس كده، السلام عليكم.